طموحات في الوقت ده عشان نبقى صراحه يعني احنا لعبنا كاس العالم دي اساسا الجمهور كان عنده شك ان احنا نفوز بالبطوله لتاني مره على التوالي، لا كان عندنا دوري ولا كان في اي يعني عايز اقول الرعاه، ما كانش في الدوري وقف واللعيبه كان ليها مستحقات وما دعمناش، قعدنا سنتين ثلاث سنين الفريق ما بندعمش لعيبه، الاهلي ما بيدعم. 2011 و2012 و2013 هم نفس السكواد، يعني يمكن اللي دخل عليهم احمد عبد الظاهر جبناه من ام بي واحمد رؤوف تقريبا فقط لا غير، وكنا بنصعد من الناشئين بقى، دخل من الناشئين رامي ربيعه في 2011 وشهاب وشكري ومجموعه اللي هي بتاعه 89 في الناشئين الاهلي، فطبعا ما قدناش بالشكل المطلوب وفي اصابات قابلتنا، اصابه ابو تريكه بعد المباراه الاولى، اصابه سيد معوض قبل البطوله، فدي عملت طبعا ظروف كانت صعبه جدا في الوقت ده، لكن في ظل الصعوبات دي كلها قدرنا ناخد بطولتين قاريتين صعبين، يعني الاهلي قادر ان هو يفوز بميداليه في المباراه في البطوله القادمه ان شاء الله. مباراة مونتري في 2013 تختلف خالص عن كاس العالم القادمة اللي هي هتتلعب في 2022، من 13 ل 22 احنا بنتكلم في 9 سنوات فرق، ولو ان احنا لعبنا في اخر 2013 ودلوقتي جاية في بداية 2022، لكن انا بقول فرق كبير جدا، ما اقدرش نقارن الاهلي بقى سكواد تاني خالص ومونتري اكيد سكواد تاني خالص، فاعتقد ان التشابه مش منطقي خالص، 7-8 سنين فرق كبير برضو في الفرقتين، احنا نقدر بالميراس مثلا ان شاء الله المره فوزنا عليه بضربات الجزاء البطوله اللي فاتت، ان شاء الله لو عدينا مونتري هنقابل بالميراس، اعتقد المره دي الطريق قدام موسيماني والنادي الاهلي اسهل الى حد ما ان احنا نوصل قدام في النهائي يعني ان شاء الله. لا الهزيمه في البطوله دي مش هتاثر خالص على المقابله القادمه في كاس العالم دي، لان بنتكلم على ظروف ثانيه، بنتكلم على لعيبه ثانيه، بنتكلم على طموحات ثانيه، فوزنا بالمركز الثالث في البطوله الماضيه هي دي اللي هيبقى ليها تاثير، انت خدتي ثالث وعايزين نطلع بقى من الثالث نعمل خطوه للامام نلعب نهائي، فدي اللي اعتقد هتبقى العامل الاكثر تاثيرا في البطوله القادمه.